خش بقى على فقره برعايه فاتيكاجل فقره بقى العالمي اللي جاوب الاول. اللي جاوب الاول جاوب صح. مين اكتر حارس عمل كلين شيت في الدوري الانجليزي؟ ماندي حارس تشيلسي الحالي. ماندي حارس تشيلسي. ماشي قول لي صح ولا غلط. صح يا بنت. ما انت سامعني انا بقول ولا معروفه والله ده عمل 8 ماتشات فريق ما تعادلوش ولا مره في الدوري الانجليزي الموسم الحالي. ويست بروم. ويست بروم اتغلب كله. ها صح ولا لا؟ ما انت بتقعد تمثل لي وبعدين تطلع انا غلط في الاخر. انا قلت ما تعادلوش. ايوه ويست بروم منهم غلط. ما تعادلوش ولا مره. ممكن فولهام. فولهام من اللذين غلط. فولهام اتعادل يا عم كتير. ده فولهام بيخسر بس وبيكسب. ده فولهام الماتش اللي هو ضيع فيه بينالتي في الاخر ده في نهايه الكاري. اتعادلت فرقتين. طب استنى خلينا نركز. انت بتقول حاجات. فرقتين ما تعادلوش. فريقين ما تعادلوش ولا مره. طب بس لونهم ايه واحنا لونهم ايه بس؟ مانشستر سيتي. لا تعال ليستر سيتي. واحد الله عليك كويس. والله العظيم انا جامد جدا. طب يقول لنا التاني. طيب فين يعني؟ انا بيرنلي. بيرنلي اتغلبوا الماتشات كلها. ما تعادلوش. يبقى استون فيلا. ايوه صح. مين اللي صح صح هو قال حاجه ما هو التاني اللي قال. ايوه لا ما قالش استون فيلا. مين الفريقين اللي ما حققوش اي فوز في الدوري الانجليزي الموسم الحالي؟ ويست بروم. الفريق مين الفريق؟ الفريق فريق؟ ما كسبش ولا ماتش؟ ما كسبش ولا ماتش؟ ويست بروم. لا ويست بروم كسب الاسبوع اللي فات. هو ويست بروم فولهام كسب الاسبوع اللي فات. في فرقة ما كسبتش خالص؟ لا بيرنلي كسب. شيفيلد يونايتد. برافو. صح. هو سؤال هو فرق ياخد النص يا جماعه في واحد بصراحه انا دي اللي قلتها. طب يا جماعه مش هينفع لا لا شيفيلد يونايتد كلكم فرق متفق معاه. انت لا 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 لك يا ابن اللذين. طب انت بتقوله ليه يا سيف؟ انا المفروض انا كاسي. لا انت قدامك ربع ساعه خلاص انا عرفت ان القصه كده تعادل. طب خلاص ده تقول سؤال ثاني. لا لا قول سؤال ثاني. لا لا دي واحده بس. نهائي كاس العالم 1930 اورجواي وايطاليا. مين اللي كان مين ومين؟ اورجواي وايطاليا. اورجواي كسب. برافو عليك. والباركه الاثنين اللي بعديهم ما احنا قلنا الاثنين احنا اللي قلنا مع بعض. انت قلت ايه؟ وانا ما قلتش كل ده معاه. والله انا قلت رجوع وطلع معاه. لا 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 والله قلت معاه. يا فندم دقيقه واحده معلش. حط الله يا فندم دقيقه واحده. راي حضرتك ايه يعني ايه؟ رجوع وايطاليا صح. انت قلت الاول رجوع وايطاليا صح. قلنا مع بعض. لا مين اللي قال الاول؟ ما قلنا مع بعض. قلتوا مع بعض. انتوا الاثنين غلط. حد عنده حاجه تانية؟ بص يا رجوع اشتغلنا والله العظيم غلط. رجوع كسب كاس العالم ده. طيب رجوع وبرازيل. يا ابن اللذينه غلط. مين تاني؟ السويد. رجوع السويد. السويد بعد كده. رجوع الارجنتين. الراجل لسه متوفي. متوفي ايه واحنا مالنا بيه؟ طيب مين اول لاعب مصري في التاريخ يحترف في اوروبا؟ كابتن استنى بقى هقول لك. كابتن بتاعنا بتاع الزمالك. كابتن حنفي بسطان. يا عم حنفي بسطان ايه؟ كابتن اسمعني بس. هقول لك انا. ثانيه واحده. عبد الكريم صقر. عبد الكريم صقر. لا اللي كان باسمه الصاله اسمه ايه؟ عبد الرحمن فوزي. كابتن عبد الرحمن فوزي. فانا اللي قلت. انا اللي قايل الصاله حرام عليك. غلط. تعالى بس غلط. يا باشا غلط اصلا. يا جماعه ما فيش ولا معلومه والمصحف. احترف. لو جايب اتنين من اعدادي هيبقى عندهم معلومه واحده. طب ما هو كابتن حسين حجازي.